السورية وعبر برنامج ربح بالفصحى. نعم، اللغة العربية ستكون هي المحور في كل حلقاتنا. سنتسابق على النطق الصحيح للغة العربية مع المشتركين من أبنائنا طبعا السوريين. لابد من شكر المدرسة السورية الذكية الافتراضية في البداية الداعمة لهذا البرنامج، والتي تثق تماما بضرورة تمكين اللغة العربية في أذهاننا ووجداننا أيضا. قبل البدء بمراحل هذا البرنامج والمراحل هذه الحلقة، نتعرف على المشتركين من الفريق الأول. أنا الطالب هادي سيف من ثانوية لطفي زاهي لطفي سمين من مدينة جرمانة. أهلا وسهلا. أنا الطالب أحمد الخطيب من الصف العاشر من يبرود ثانوية محمد خير العناوي. أهلا وسهلا. أنا الطالب ساري أحمد من مدرسة أعلى من المجد الخاصة صف العاشر. أهلا بك. من الفريق الثاني معنا الصبايا، هل تسمحين لي أن أعرف اسمي بطريقة أخرى؟ تفضلي. طبعا. اسمي ليس صعبا في كتابته وليس هينا في جوهره. اسمي يقبع في سابع سماء قرب عرش الرحمن. الله. اسمي هو السلام والدفء دون اختلاف. اسمي هو الرقة والأنفة والكبرياء. فهل عرفتموه؟ أنا سدرة ابنة عمار من آل بكر، أتيت بكل افتخار. جئتكم حاملة للعربية لواء، فهل ستسمحون لي بمتابعة المسير أم سيقف هنا حلمي الصغير؟ كلا لا أرجو ذلك، فمعي رب كبير لن ينسى من هم مثلي يترقبون المصير. أهلا. أنا الطالبة سيدرا عمار بكر من ثانوية الشهيد باسل الأسد 11. أهلا وسهلا سيدرا بكر، الله ما أجمل هذا الاسم، تفضلي. أنا الطالبة ولاء إسماعيل حويشان من ثانوية غزانية المختلطة. أهلا وسهلا. تفضلي. على عكس صديقتي سوف أختصر الموضوع. دان الشاويش ثانوية ضاحية قدسية للبنات من ضاحية قدسية. أهلا وسهلا بكم جميعا. هنا لابد من الإشارة أن كل المشتركين اليوم يخوضون تحدي القراءة في المسابقات الأولى، نحن في ضمن التصفيات الأولى للمسابقة. نبدأ معكم طبعا مشاهدينا والمرحلة الأولى، لكن فاصل قصير ثم نعود. عدنا من جديد مشاهدينا، والمرحلة الأولى في حلقة اليوم ستكون عبارة عن جمل بسيطة المطلوب من المشتركين قراءتها بالشكل الصحيح، وطبعا لديكم الخيار في اختيار الرقم. نبدأ مع الفريق الأول ومع هادي. تفضل يا هادي، وأي رقم تريد؟ رقم 2. رقم 2. رقم 2. ما المطلوب قراءتها بشكل صحيح؟ يساوي عدد الحروف الإنجليزية 26 حرفا. أعتذر منك يا هادي، ذهبت النقطة. يساوي عدد الحروف الإنجليزية 26 حرفا. تذهب النقطة. ونعود إلى الفريق الثاني ومعك يا سيدرا، وهذه أيضا جملة بسيطة تحتاج إلى قراءة صحيحة، بل لكن في البداية اختاري رقما. اثنان. لا خلص. واحد. عن اللغة العربية تفضلي. تتضمن اللغة العربية 28 حرفا ما عدا الهمزة. الله يا سيدرا، نقطة لسيدرا بجدارة وللفريق الثاني. نعود إلى الفريق الأول ومعك يا أحمد، وعليك أن تختار رقما. 3. 3 لأحمد. عن اللغة الروسية تفضل. تتكون الأبجدية الروسية من 33 حرفا. الله، نقطة طبعا لأحمد. ونعود إلى الفريق الثاني وإلى ولاء. تفضل يا ولاء واختاري رقما. 6. 6 لولاء. عن الصينية تفضلي. يكفي أن تتعلم 4000 حرفا صينيا لتتحدث اللغة الصينية. أعتذر منك يا ولا، يكفي أن تتعلم 4000 حرف صيني لتتحدث اللغة الصينية. نعود إلى الفريق الأول ومعك يا سارية، تفضل. ماذا بقي من الأحرف؟ رقم 5. لا، رقم 5. 5. نعم تفضل. عن الإسبانية تفضل. يساوي عدد حروف الأبجدية الإسبانية 27 حرفا. الله، وصوت قارئ. الله، يساوي عدد حروف الأبجدية الإسبانية 27 حرفا. ونقطة للفريق الأول. بقي رقما واحدا لدانا، تفضل يا دانا. ماذا بقي من أرقام؟ 3. 4. 4. تفضلي. 4.
عن الفرنسية. 26 حرفا هو عدد الحروف في اللغة الفرنسية. الله، نقطة لدنا وللفريق الثاني. 26 حرفا هو عدد الأحرف أو الحروف في اللغة الإسبانية. سؤال المعلومات الذي يتطلب من الجميع المشاركة، هو هذا السؤال موجه للجميع، وعلى الجميع أن يضع الأيادي على الزر وعلى الجرس. مرت معنا 6 لغات: العربية، الصينية، الروسية، الإسبانية، والفرنسية، والإنجليزية. ما الذي يجمع بين هذه اللغات فيما يخص الأمم المتحدة؟ سيدرا، أعتقد كلها لغات أجنبية في دول أوروبية. الإجابة الصحيحة تقول أنها هذه اللغات هي اللغات 6 المعتمدة في الأمم المتحدة، وفقط هذه اللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الصينية، والروسية. النتيجة نقطتان للفريق الأول ونقطتان للفريق الثاني. نتابع معكم مشاهدينا والمرحلة الثانية والكثير من الأسئلة ومن الجمل التي تحتاج إلى قراءة صحيحة. عدنا معكم مشاهدينا والمرحلة الثانية، فيها في كل طبعا خيار من الخيارات 6 التي ستظهر أمامنا هناك أيضا 3 مستويات، وعلى الفريق وعلى المشترك أن يختار بين هذه الأرقام. نبدأ أيضا معك يا هادي، تفضل. رقم 1. رقم 1 لهادي، أي خيار تريد؟ نبدأ بنقطة واحدة. نقطة واحدة لهذه عن غابات الأمازون، تفضل. تغطي غابات الأمازون 30% من قارة أمريكا الجنوبية. تغطي غابات الأمازون 30% من قارة أمريكا الجنوبية، هذه هي الإجابة الصحيحة، وتذهب النقطة دون أن يربحها هادي. لكن هناك سؤال عن المعلومات العامة وأيضا متاح للجميع عن غابات الأمازون. هذه الغابات التي تسمى رئة العالم لأن فيها من تؤمن للبشرية 20% من حاجتهم للأكسجين، وتمر تمتد في 9 دول في القارة، قارة أمريكا الجنوبية. أعطني دولة من هذه الدول، تفضل يا هادي. البرازيل. البرازيل ولها النصيب الأكبر من هذه الغابات. هذه تذهب النقطة للفريق الأول. نعود إليك يا سيدرا، ولديك الخيارات 3. 3 لسيدرا عن البحر الأبيض المتوسط. تطل 22 دولة على البحر الأبيض المتوسط، وتتوزع على 3 قارات. على 3 قارات. سأحسب لك النقطة لسيدرا وللفريق الثاني. تطل 22 دولة على البحر الأبيض المتوسط وتتوزع على 3 قارات. أين الإجابة الصحيحة؟ والإجابة صحيحة، تذهب نقطتان لصالح الفريق الثاني ولسيدرا. سؤال المعلومات المتعلق بالبحر الأبيض المتوسط والدول المطلة على البحر. قلنا 3 قارات يطل عليها البحر الأبيض المتوسط، ما هي هذه القارات؟ آسيا، أوروبا، وأفريقيا. الله يا أحمد، نقطة للفريق الأول ونقطتان للفريق الثاني. نعود إليك يا أحمد، تفضل. رقم 3. 3 لأحمد. نقطتان عن فريد الأطرش، وتفضل. تقول الإحصائيات أن رصيد الموسيقاري فريد الأطرش تجاوز 4500 أغنية. تجاوز 4500 أغنية. الإجابة خاطئة، قلت 4، أنت تقيدت بأغنية 4000، ألف ومذكر. تقول الإحصائيات إن دائما بعد القول مكسورة الهمزة. رصيد الموسيقى فريد الأطرش تجاوز 4500 أغنية. سؤال المعلومات هنا عن فريد الأطرش وهو موجه للجميع، ماذا غنى فريد أطرش باللغة العربية الفصحى؟ لا طبعا أعذركم، أكيد لا تعرفون شيئا عن فريد الأطرش، الزمن الذهبي للأغنية العربية جيلكم لا يسمح أكيد.
مثلا يا زهرة في خيالي، من يغني لي شيئا لفريد الأطرش إن كان بالعربية الفصحى أو كان غير العربية؟ أعتذر لفريد الأطرش وأعتذر لي الأغنية الأصيلة وهذا الموسيقار وهذا الرصيد الكبير. يا زهرة في خيالي عش أنت أضنيتني بالهجر، تذهب النقطة لصالحي لأنني طبعا غنيت جزءا منها. ونعود إلى ولاء، وتفضلي. خمسة لولاء. نقطة واحدة لولاء عن جزيرة أرواد، تفضلي. تبعد جزيرة أرواد خذي وقتك يا ولاء. تبعد جزيرة أرواد خمسة كيلومترات عن مدينة طرطوس و2500 متر عن الشاطئ. تبعد جزيرة أرواد خمسة كيلومترات عن مدينة طرطوس و2500 متر عن الشاطئ، وطبعا الإجابة غير صحيحة، لكن سؤال المعلومات المتعلق بأرواد السؤال سهل جدا والفرصة متاحة للجميع. لأي محافظة تتبع أرواد؟ طرطوس يا أولاد. يعني عادت النقطة من النقطتين، نقطة للفريق الثاني. ونعود إلى سارية، تفضل يا سارية. رقم ستة. ستة لسارية. نقطتان لسارية عن السنة الميلادية والهجرية، تفضل. تتكون السنة الميلادية من 365 يوما وتزاد يوما واحدا في السنة الكبيسة. الله يا سارية، الله، النقطتان أكيد لسارية وللفريق الأول. تتكون السنة الميلادية من 365 يوما وتزداد يوما واحدا في السنة الكبيسة. السؤال موجه للجميع وهو قبل أن نسأل السؤال ماذا تجيب؟ صح. السؤال سأسأل عن السنة الكبيسة، متى كانت آخر سنة كبيسة؟ 2020. الله، 2020. إذن السنة المقبلة أيضا 2024. الله يا أحمد، الله للفريق الأول ولكم ثلاث نقاط، نقطتان ونقطة. نعود إليك يا دانا، المعركة أصبحت حاسمة. أربعة لدانا. نقطة واحدة لدانا عن شطرنج، تفضلي. خذي وقتك يا دانا. تتكون رقعة الشطرنج من 64 مربع. صحيح، تتكون رقعة الشطرنج من 64 مربعا، وهذا طبعا الإجابة صحيحة والنقطة لصالح الفريق الثاني. ولكن سؤال المعلومات المتعلق بالشطرنج، من يلعب الشطرنج من يلعب الشطرنج؟ وهذه يلعبون الشطرنج. تخيلوا أن أسألكم مثلا بين ما ألوان المربعات، أكيد أن أسأل عن ألوان المربعات. ما هي قطع الشطرنج؟ تفضلي إذن. حسنا، القلعة، الجندي، عدد. عدد؟ نعم، قلعتان. حسنا، وحصانان، و فيلان. صحيح، ووزير وملك. صح، و ثمانية وجوه. الله يا سيدة، أعطني الجواب النهائي. وزير وملك فيلان. 16. صح، هو 16 قطعة صحيح، لكن أقصد العدد، فيل، وزير، قلعتان، فيلان، حصانان. نعم. وكم جندي؟ ثمانية جنود قالت سارة. طبعا النقطة تذهب لصالح الفريق الثاني. تنتهي المرحلة الثانية بسبع نقاط لسبع نقاط. تعادل للأسف، يعني صعب جدا الوضع، صعب جدا الوضع الآن. نعود معكم مشاهدينا مع المرحلة الثالثة التي ستكون مختلفة عن المراحل السابقة. نود أن نشكر المدرسة السورية الذكية الافتراضية التي تدعم هذا البرنامج. فاصل قصير ثم نعود.
عدنا معكم مشاهدينا ومع المرحلة الثالثة المختلفة عن المرحلتين السابقتين. سنشاهد مقطعا قصيرا يتعلق بالنشيد العربي السوري وهي خير البدايات كونها الحلقة الأولى. هذه المرحلة ستكون دائما سورية خالصة. وبعد النشيد هناك أيضا فقرة تحتاج إلى قراءة صحيحة أيضا، سأقرأها بأخطائها الخمسة وعلى المشتركين أن يجدوا هذه الأخطاء إن كانت لغوية وإن كانت أيضا لفظية. نتابع هذا المقطع وطبعا النشيد العربي السوري. تفضلوا. شكرا شكرا يا شباب، شكرا. هذه طبعا المرحلة كما قلنا سنقرأ مقطعا وفيه خمسة أخطاء، كل خطأ بقيمة نقطة واحدة، وهذه المرحلة هي الحاسمة بين الفريقين. سأقرأها بشكل خاطئ، هناك خمسة أخطاء في هذا المقطع. تم اعتماد النشيد العربي السوري من كلمات خليل مردنبك وألحان محمد فليفل سنة 1938. يبدأ النشيد بتحية الجيش العربي السوري وبطولاته ودوره في الدفاع عن الأمة العربية وتحية علم الجمهورية العربية السورية وشهدائها وتاريخ المجيد لهذه الأرض المباركة بين الماضي والحاضر والمستقبل. هناك خطأ لفظي وتقصدته طبعا. سأقرأ للمرة الثانية ومعكم ثلاث دقائق، لكن اسمحوا لي أن أقرأها لكي تنتبهوا إلى الخطأ اللفظي. تم اعتماد النشيد العربي السوري من كلمات خليل مردنبك وألحان محمد فليفل سنة 1938. يبدأ النشيد بتحية الجيش العربي السوري وبطولاته ودوره في الدفاع عن الأمة العربية وتحية علم الجمهورية العربية السورية وشهدائها والتاريخ المجيد لهذه الأرض المباركة بين الماضي والحاضر والمستقبل. ومعكم ثلاث دقائق كاملة. سأستلم ورقة من كل فريق متفق عليها بين ثلاثة مشتركين. سارية، أين أنت من معنا سارية؟ يلا نرجع نكتب النص. لا، بدي الأخطاء فقط. هناك خمسة أخطاء يا شباب. تحية طبيعية صحيحة. تحية طبيعية. يبدأ النشيد بتحية تحية عطف هذا سأستلم ورقة واحدة من كل فريق. أيضا سأذهب إلى الجهة الثانية حتى أسمح للفريق الأول. خمسة أخطاء واضحة في العدد مثلا. سارية
ماذا يا سارية؟ التاريخ في المدينة. أحمد ولاء. سأستلم ورقة واحدة من كل فريق. خطأ لفظي وباقي الأخطاء هي مكتوبة وواضحة. هناك كم ثانية بقيت؟ وشهدائها والتاريخ 21. مزبوط التاريخ والتاريخ مزبوط. عشر ثواني، تسع ثواني، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. سأستلم ورقة كل فريق، تفضل. ورقة يا شباب يا صبايا. شكرا. هذه فقط ثلاثة أخطاء ومن الفريق الأول. يلا يا هاد. الفريق الأول يقول اعتماد خطأ. لماذا اعتماد؟ من كتب اعتماد؟ لماذا خطأ؟ يجب أن تكون همزة وصل. همزة وصل. أي شك في إذا كانت الهمزة وصل أو قطع ماذا نفعل؟ نضع الفاء والواو قبل الكلمة، يعني نقول فاعتماد. نردها واعتماد. نردها إلى الماضي. نعم، عندما تسقط الهمزة في هذه الحالة تسقط في كل المواقع. النشيد. اعتماد النشيدي مضاف إليه. خطأ واحد. شهدائها صح. هنا الهمزة على نبرة. على نبرة. تحية. تحيتي. بتحية الجيش العربي السوري. بتحية الجيش العربي السوري. كتبتها خطأ. وتسعمائة صحيح. هنا سنة 1900. هذه إجابة صحيحة. إذن 900 صحيحة. طبعا الخطأ هنا استطعتم ممارسة الخطأ. شهدائها أيضا. واعتماد ثلاث نقاط. أما الاعتماد 908 أيضا ثلاث نقاط للفريق الثاني. وضعنا في ذات المشكلة. الأخطاء هي اعتماد يجب أن تكون همزة وصل ومن كلمات خليل سنة 1938 سنة. تمام. يبدأ أناشيد بتحية الجيش العربي السوري. وهنا تحية علم الجمهورية. دائما نخطئ في الجيم، هي حرف قمري. الجمهورية أنا قرأتها الجمهورية العربية السورية. وشهدائها فهي معطوفة على علم. والتاريخ المجيد لهذه الأرض المباركة بين الماضي والحاضر والمستقبل. التعادل هي النتيجة التي وصلنا إليها الآن، لكن لن نختم بها. سيكون هناك سؤال حاسم بين الفريقين. ولكن قبل أن نختم حلقة اليوم، المشتركون اليوم جميعهم من مسابقات أو خاضوا مسابقات تحدي القراءة. ماذا أضافت هذه المسابقات فيما يخص اللغة العربية؟ سنسألكم جميعا ونبدأ معك يا سيدرا. هذه المسابقات كانت قاضية على تعزيز روح اللغة العربية في نفوسنا. فالعديد من الأطفال والناشئين بالأخص يتوجهون الآن إلى اللغات الأجنبية ظنا منهم أنها لغة التقدم والحضارة، وهذا ما لا نستطيع أن نلومهم عليه. فجميعهم الآن يتوجهون إلى دراسات عليا ويحتاجون فيها اللغات الأجنبية. لكن وعن طريق هذه المسابقات وعن طريق هذه الفعاليات الداعمة للغتنا الجميلة نستطيع أن ندفع الناشئين والأطفال وحتى الشباب إلى التوجه بأفئدتهم قبل عقولهم إلى لغتنا العربية الجميلة والتعرف على حلاوتها ليغرقوا فيها ويذوبوا فيها عشقا. الله يا سيدرا. تفضلي يا ولاء، ماذا أضافتك هذه المسابقات على صعيد اللغة العربية؟ أهمية تحدي القراءة العربي زاد فينا معرفة القراءة، رجوعنا إلى اللغة الأم، هي لغتنا الأم. طب وأيضا مثل هذه الفئات يمكن أن نعزز من الأطفال والكبار بالرجوع إلى اللغة، اللغة العربية. تشجيع الجميع. تشجيع وتعزيز اللغة العربية. صح. كم كتاب قرأت؟ قرأت ما يقارب 50 كتابا. ما يقارب 50 كتابا. ودانا حسنا،
بصراحة سوف أتكلم في العامية. تفضل. مثل ما عم نقول لحتى نجمل يعني أكبر شريحة خاصة، أنا بيكون في مشاهدين أطفال، بيكون في تحدي القراءة العربية كتير شيء لطيف، إنه إحنا عم نرجع نعزز اللغة تبعنا، عم نرجع خاصة مثل ما ذكرت سيدرا إنه بطل عنا ثقافة اللغة العربية باعتبار صارت اللغات الأجنبية جزء كتير أساسي من حياتنا وهي. بس طبعاً إحنا ما ننكر فكرة إنه اللغة الأم هي الأساس لإلنا، فإحنا لما نكون عم نعزز هذا الشيء بغض النظر عن طريق القراءة، عن طريق المحادثة، عن طريق هاي المسابقات الأدبية اللطيفة، يعني هذا أفضل شيء فينا نعمله سواء لجيلنا أو أصغر. نعم ألف شكر يا دانا. سأسأل سارية. تفضل يا سارية. القراءة بمجمل المسابقة ظننت أنها عندما نتسابق عندما نتسابق في اللغة العربية بالنطق الصحيح بالقواعد كما تفضلت، لابد من أن يكون حتى تكون العلوم الأخرى محملة على اللغة العربية، اللغة الأساس، وهي أيضا كما ذكرنا في المرحلة الأولى هي من اللغات الست المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. وهادي وعفوا أحمد، ماذا أضاف لك هذا التحدي، تحدي القراءة العربية؟ برأيي أضاف الكثير، لأن الإنسان بطبعه يستطيع أن ويجب عليه أن يلبس القداسة للحضارة، لكن حضارة هناك جزء من قداسة الحضارة اختفى وهو جزء مهم في اللغة، يعني ثقافتنا تعتمد على حضارتنا وحضارتنا تعتمد على لغتنا. الله الله. تفضل يا هادي. القراءة هي من قبل ما يكون مسابقة تحدي قراءة، من قبل ما شارك فيه كانت متعة لي، يعني أنا أقول أنه بس ما نهرب من ضجيج العالم نلجأ للقراءة، نلجأ إلى اللغة أكيد، إلى اللغة والكتابة، بالإضافة لأنها بتعطي ثقافة وبتعطي ثقة بالنفس. صحيح صحيح. نفتخر بكم طبعا الجيل الجديد، وشكرا للفرص التي سمحت لإمكانياتكم أن تظهر. بقي لدينا طبعا سؤال الحسم بين الفريقين. أثناء تحضيري للحلقات، الحلقة المقبلة ستكون عن أغاني فيروز إلى دمشق، الأيادي على الزر. ماذا غنت فيروز لدمشق؟ قرأت مجدك. قرأت مجدك في القلب وفي الكتب شاءم أنت المجد. الفريق الأول، ماذا غنت فيروز لدمشق؟ يا شام عاد الصيف. أيضا يا دمشق يا دمشق. النقطة الحسم تذهب إلى دانا وبالتالي إلى الفريق الثاني الذي يغني بشكل جيد. انتهت إذن مشاهدينا حلقة اليوم بفوز الفريق الثاني. الجوائز للجميع مقدمة من المدرسة السورية الذكية الافتراضية. نتمنى أن نكون قد وفقنا قدر الإمكان بخدمة لغتنا الأم، هذه اللغة السلسة النابضة دائما بالحياة. نلقاكم في الحلقات المقبلة مع مشتركين آخرين. إلى اللقاء.